أفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. رب
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاء رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العلي العظيم. وصل اللهم على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الله أعمالكم بأحسن القبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. صدق الله العلي العظيم. في الأسبوع الماضي كان حديثنا مع هذه الآيات الشريفة من سورة الدخان في ما يرتبط بليلة القدر، طبيعة ليلة القدر، وماذا يجري في ليلة القدر. في هذه الليلة ننتقل للحديث عن الدخان المذكور في هذه السورة، والذي على أساسه سميت السورة بسورة الدخان. متى جرى هذا؟ هل هذا أمر قد وقع فعلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وإذا وقع فعلا على عهد رسول الله فمتى وقع؟ في أي زمن؟ عندما كان النبي في مكة؟ عندما كان النبي في المدينة؟ هل هناك من أدلة على ذلك؟ وإذا لم يكن الأمر من هذا الباب، وأنه نوع من العذاب الذي سيسبق اليوم الآخر أو الآخرة، فحين ذاك ما طبيعة هذا العذاب وماذا سيحدث؟ والآية ستكون بالتالي من علامات قيام الساعة في آخر الزمان. العلامة الطباطبائي في تفسيره عندما جاء إلى هذه الآيات الشريفة لخص آراء المفسرين، أقوال المفسرين بهذا الخصوص، وخلص إلى أربعة أقوال. القول الأول قال هكذا: المراد به المجاعة التي ابتلي بها أهل مكة كما في بعض الأخبار. ما هي هذه الأخبار؟ ما مضمونها؟ يلخص لنا العلامة الطبطبائي هذه الأخبار اللي هي في الواقع لربما نستطيع أن نقول هو خبر واحد، ولكن
جيء به بألفاظ مختلفة، أنه يقول هكذا. فإنهم يعني أهل مكة لما أصروا على كفرهم وأذاهم للنبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين به، دعا عليهم النبي فقال: اللهم سنين كسني يوسف. شلون في عهد النبي يوسف عليه السلام لما الملك شاف البقرات السبع اللي كان أكو سبع سنوات فيها خيرات، وبعدين سبع بقرات عجاف سبع سنوات من الجد، ثم سنة أغيث فيها الناس. هذه السبع سنوات الثانية النبي صلى الله عليه وآله حسب هذه الرواية دعا على أهل مكة أن يبتلوا بعدد من السنين. كلمة سنين يعني سنوات جدب، سنوات جد، عدد من سنوات الجد والقحط، ينقطع فيها الماء. وانتم تعرفون ان اصلا مكة هي يعني قليلة الامطار اجمالا، ما فيها انهار ما فيها كذا، كانوا يعتمدون على ماء زمزم. اذا بطريقة ما ماء زمزم يبدأ يختفي، المطر ينقطع، فتصير المنطقة جافة جدا. فاجدبت الارض وأصابت قريشاً مجاعة شديدة. وكان الرجل، طبعاً مجاعة ما يصير في غضون أشهر، لابد أن القضية أخذت سنوات، أقل شيء سنة يعني يحتاج حتى يصير مجاعة، ولا الحيوانات كذا تكون موجودة. وكان الرجل لما به من الجوع يرى بينه وبين السماء كالدخان، يعني يقول في الواقع ما كان في دخان، وإنما النظر شدة الجفاف اللي يصير في الجسم الإنسان ما يقوم يشوف بشكل جيد، فبالتالي كأن شي يصير يشوف الدنيا مثل المغبرة، مثل الدنيا اللي فيها دخان أسود كذا بني، بحيث أن الدنيا تكون مغبشة أمامه ما يشوف بشكل واضح. فإذا ما في دخان حقيقي، وإنما هناك داخل العين في خلل ما يسبب الرؤية كالتالي كما ذكر. وأكلوا الميتة والعظام، ثم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وقالوا: يا محمد، جئت تأمر بصلة الرحم وقومك قد هلكوا، ووعدوه إن كشف الله عنهم الجدب أن يؤمنوا. فدعا وسأل الله لهم بالخصب والسعة فكشف عنهم، ثم عادوا إلى كفرهم ونقضوا عهدهم. وهذا مجمل دلالة الآيات الشريفة، ربنا اكشف عنا العذاب، كما جاء في الآية الثانية عشرة: إنا مؤمنون. ثم بعد ذلك ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. فإذا رجعوا إلى عهد سابق عهدهم. هكذا لخص لنا العلامة الطوطوائي الرواية أو المقولة أو الخبر الوارد في هذا المجال. وهناك شيء شبيه لذلك حصل على عهد النبي موسى عليه السلام، لأن القرآن الكريم في سورة الأعراف في الآية 130 يقول تعالى في قصة موسى وفرعون وقوم فرعون في ضمن الآيات التي جاءت وتحققت على يد موسى، مثل الضفادع والجراد والقمل والدم: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا حسب هذا الرأي أن مثل ما حصل لي فرعون وقوم فرعون أيضا هم نفس الشيء، ابتلوا بهذا وراحوا للنبي موسى وتوسلوا فيه: ادعي ربك خلي يرفع عنا العذاب إلى آخره. بالنتيجة لما رفع عنهم هذا النوع من العذاب شنو اللي حصل؟ ارجعوا إلى سابق عهدهم. هكذا قريش، هذا الرأي الأول الذي جاء به العلامة من مقولات المفسرين. الرأي الثاني الذي جاء به قال: إن الدخان المذكور في الآية من أشراط الساعة. لا، هذا ما صار في عهد النبي صلى الله عليه وآله،
وإنما الآيات تتحدث عن مستقبل الزمان، وأنه قبل قيام الساعة سيحدث شيء من هذا القبيل، وهو لم يأتي بعد، وهو يأتي قبل قيام الساعة، فيدخل أسماع الناس. الآن الكلمات التي سيأتي بها العلامة أيضا مبنية على أخبار أو روايات أو مقولات للمفسرين، وهناك رواية حقيقة عن علي عليه السلام في هذا المجال، هو ينقل المضمون أو جزء من المضمون بعباراته: إن هذا الدخان من كثرته الدخان يدخل في أسماع الناس داخل الإذن، هالشكل يكون قوي ضاغط شديد، حتى أن رؤوسهم يعني يدخل بحيث يأثر على عقول الناس، على جمجمة الناس، على رؤوسهم، حتى أن رؤوسهم تكون كالرأس الحنيد، كلا باكر، شلون الكلة المشوية تصير كذي، دخان حار زين ومؤثر، فبالتالي شو يسوي؟ يطبخ الرأس من هذا ويدخل داخل الإذن كذا من الأنف غيره، فبالتالي يسوي مثل ويصيب المؤمن منه مثل الزكمة. أما المؤمنين لا، ما يتأذون من هذا، الله يعطيهم نوع من الحصانة الجسدية، بحيث شلون أقصى ما يتأثرون فيه إنه يصير فيهم مثل اللي فيه نشلة، اللي فيه زكام، شوية عطسون كذا، شوية حرارة، شوية يأخذ لبنادول تمشي الأمور. وتكون الأرض كلها كبيت أوقد فيه، ليس فيه خصاص. يقول تخيل بيت أو غرفة تشب فيها النار ويصير فيها دخان وما يكون فيها أي منفذ، لا باب لا دريشة لا شيء، شو يصير فيها إذا بطلت الباب ودخلت وسكرت على روحك؟ كذي الأرض تكون مليئة بالدخان، حارة جدا، مؤذية جدا، تسبب سعال، تسبب أذى، تسبب كذا. ويمكث ذلك 40 يوما، 40 يوم الأرض تكون بمثل هذه الحالة. هذا القول الثاني. بناء على هذا لما تصير هذه القضية يكون هذا أمرا تحذيريا للبشر الموجودين في ذلك الزمان، لا علاقة لهذا بقريش على عهد النبي صلى الله عليه وآله. بعد 40 يوم يرفع عنهم هذا العذاب التحذيري، أن الساعة آتية، آمنوا، ارجعوا إلى ربكم، توبوا إلى الله. ولكن الناس كما هو حال قريش مع رسول الله صلى الله عليه وآله في عناد دائم، على الرغم من أن الرسول جاءهم بالبينات، الناس في ذلك الزمان أيضا يعاندون على الرغم من هذه البينة التي ستحصل، على الرغم من هذه الآية التي ستحصل كعلامة من علامات قيام الساعة، والله أخبر بها والقرآن موجود ويتلى في ذلك الزمان، والناس يقولون ترى هذا الدخان هو اللي الله تكلم عنه في سورة الدخان، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، يقولون خلاص خل الله يرفع عنا احنا نتوب. بمجرد ما يرفع عنهم شو يصير؟ يرجعون مجددا إلى سابق عهدهم، حالهم حال كفار قريش في عنادهم وفي جحودهم. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن المراد بيوم الدخان هو يوم فتح مكة، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يعني فارتقب يوم فتح مكة. فتح مكة متى كان؟ سنة 8 هجرية. شو اللي حصل في ذلك اليوم؟ في ذلك اليوم جاءت قوات المسلمين، فعندما تحركت خيولهم وعددهم بين 10 إلى 12 ألف مقاتل من الرجالة والفرسان واللي راكبين على الإبل وغير ذلك، هذا العدد الكبير والأرض صحراوية، شو اللي يصير؟ الغبار يرتفع في كل مكان فيكون شكل مهيب ومخيف،
وهذا الغبار شبه بالدخان، أو أن العرب يسمون الغبار أيضا دخان، يعني يطلقون على الأثنين. فمن هذا الباب الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وآله: ذيل المشركين كذا اللي تشوفهم الآن بهذه الحالة، خلي ينتظرون يوم فتح مكة، راح يرتفع هذا الغبار من أرجل القوات ومن أرجل الخيول وغير ذلك، أقدام الخيول وغير ذلك. بالنتيجة ذاك اليوم شيرون يبون من النبي إن شنو؟ إن يسامحهم، أطلق سراحنا كذا، نتوب نؤمن إلى آخره. ولكن حالهم في الواقع إن مو كلهم يتوبون، تنتهي فتح مكة وكذا، بالنتيجة يبدأ النفاق يرجع، يبدأ يظهر، وهو استبطان الكفر وإظهار الإيمان. فبالتالي هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع أن المراد به يوم القيامة، مو من علامات يوم القيامة، لا، في يوم القيامة سيحصل كل هذا، وبالتالي الناس في خبصة يوم القيامة: يا رب عطنا مهلة نرجع نؤمن مرة ثانية كذا. ولكن بعد ما راح يكون في مهلة لهم، أن يعني يتاب عليهم هذا عذاب أليم. هذه أربعة آراء لخصها العلامة الطبطبائي. ابن عاشور في التحرير والتنوير يميل إلى الرأي القائل بأن هذا حصل على عهد رسول الله، ولكن يطلع له بتخريجة. شنو هي التخريجة؟ يقول إن المشكلة إذا قلنا إن هذا حصل في العهد المكي، هذا يعني أن المؤمنين أيضا عانوا. لما يصير قحط ما يقدرون الناس ينفصلون عن بعض، مجتمع كله الكبر. فإذا أصاب هذا الكفار وكان عذاب بالنسبة لهم، أصاب العذاب من؟ رسول الله والمؤمنين. طيب شنو ذنبهم؟ يعانون ما يعانون مع الكفار؟ الله غاضب على الكفار أو يبي يعدل سلوكهم؟ فبالتالي يقول بأن هذا ما حصل في العهد المكي. متى حصل؟ عندما خرج النبي صلى الله عليه وآله من مكة وهاجر إلى المدينة، حين ذاك الله سبحانه وتعالى ابتلى قريش الكافرة في مكة بهذا الجدب، وحصل لهم هذا اللي حصل، وبالتالي كانوا يعني نتيجة الغبار اللي حصل بسبب الجدب. شايفين أنتم بالكويت السنوات اللي ما يطق مطر، أو السنة اللي ما يطق مطر، يكثر عندنا الغبار. فهم نفس الشيء، لما ما طق عندهم مطر صار عندهم غبار وايد، فهذا الغبار هو الدخان. فش اللي حصل؟ بعثوا مبعوثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، قالوا له: أنت منا وفينا وكذا، وشوف حالنا إحنا إيش صار فينا، وإحنا نحس إن هذا غضب من الله وراح نتوب ونؤمن، بس ادعي لنا إن الله يرفع عنا وإن شاء الله إحنا تصير خوش وادم. فيقول بأن الرسول صلى الله عليه وآله دعا لهم واستسقى لهم، فأمطرت السماء وأنقذ القوم من هذا الوضع اللي كانوا فيه، ولكنهم عادوا مشركين. طيب متى جاء العذاب بعد ذلك؟ في يوم بدر. متى يوم بدر؟ سنة 2 هجرية. يعني كل هالخبصة متى صارت؟ ما بعد الهجرة إلى سنة 2، يعني قاعد نتكلم إحنا عن سنة وكم شهر، إن هذا كله صار في هذا الوقت. هذا رأي العلامة ابن عاشور في هذا المجال. طيب أنا حقيقة أقول وجود خبر أو رواية إن هذا الأمر حصل على عهد رسول الله، سواء بتخريجة ابن عاشور أو بالتخريجة اللي عليها أكثر المفسرين اللي قالوا بهذا، بأن لا، الرسول كان موجود في مكة، المسلمين كانوا موجودين في مكة ويعانون مع البقية، ماكو مشكلة يعانون، هو جزء من المعاناة. مثل هذا الحدث بهذه القوة، بهذا الامتداد والتأثير، اللي صاروا يأكلون عظام إلى آخره، المفروض أن يكون له ارتدادات. ما هي هذه الارتدادات؟ عادة مثل هالأحداث تلقى لها روايات متعددة منفصلة، يعني ما يكفي أن عندنا خبر
مروي بطريقتين وثلاث، شوية كلمتين زايدين كلمتين ناقصين، وبعدين نقول القضية حصلت. عادة مثل هالقضايا ذات التأثير الكبير تجد لها انبثاقات، يعني مثلا تتكلم عن سيرة فلان فلان الفلاني فيقول مات في سنة الجد، أو فقد أولاده الثلاثة في تلك السنة التي صار فيها دخان أو صار فيها سنين، أو تلقى لك شاعر قايل لك كم بيت شعر في هذا الأمر حصل كذا وكذا، أو في غزوة بدر أحد يذكر في أجواء غزوة بدر، أو الرسول يذكر قريش تذكرون يوم صار كذا جيتول، أبدا ماكو شيء من هذا القبيل. عادة قضية مثل هذه في التاريخ المفروض حتى نثق بالرواية يحتاج أن نجد لها تفريعات وامتدادات بين سيرة شخصيات بين أشعار وبين مقولات وكذا وتذكير إلى آخره. آية من آيات الله المفروض، ومفروض أن شيء بالقرآن أيضا مذكور ومثبت، فلا بد أن هذا الأمر يكون له مثل هذه التفريعات. ما في شيء من هذا القبيل، وبالتالي حقيقة هذه من الآيات المتشابهة التي يصعب أن الإنسان يأخذ فيها قرار بأن تأويلها قد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله، أو تأويلها سيحصل في قادم الزمان، ولا يوجد دليل قوي على أن حصل في عهد النبي شيء من هذا القبيل، وبالتالي قد يبدو بأن هذه القضية هي من علامات يوم القيامة وستحصل في المستقبل، وإن كان سياق الآيات أيضا ما يشجع على هذا، لأنه قاعد يتكلم عن منه، يتكلم عن هؤلاء القوم أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، إلا أن نقول بأن هنا تشبيه، يعني أولئك القوم في المستقبل مثل ما قريش ما اتعظوا لكن ما يتعظون، هذا المقصود من الآية، والله أعلم بحقيقة الحال، والحمد لله. اللهم صل على محمد وآل محمد.